ايدها دايما كده رفعين راسها وقت الشدة قدها وقدود بيبيعوا الدنيا في حبها مهما تطلب من حقها ان شاء الله حتى في ده نموت. واللي يجي عليكي ما يطلعلوش نهار. حسينا بطعم الفرحة لما عملوها ولادها رجعت فرحة 80 مليون كلنا واقفين في صفها وفرحنا معاها فرحة علشان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. أحلى سلام وتحية يا مصر يا واخدة تملي على البطولات كل مصر معاك في مصر ورجالة في كل الأزمات يا مصر الله عليكي دايما في انتصار واللي يجي عليكي ما يطلعلوش نهار.